اول حاجه السلامكه ورجل الاسد والكمون والنعناع. السلامكه بتطلعين عليها اشعه ان هي بتتعب المعده ومش عارف بتعمل ايه، تعمل تلف في الكبد، والكلام ده وسمعنا مش كلام مظبوط كتير خالص خالص خالص، والله. الكلام ده مش مظبوط وعالي تماما من الصح. هي كتر اي حاجه بتعمل اسهال بتعمل لي مشاكل في الجهاز البولي طول، يعني الاسهال عموما بيعمل لي مشاكل، لكن انا السمنه نفسها لما اجي احرقها بالسلاميكا، السلاميكا مش هتضرها في اي شيء، وبرضه السلاميكا بقدر معين عشبه اكيد غير ضاره خالص، ملهاش اي اضرار. ملهاش ليميت ناخد يعني ادويه. انا سمعت ان هي بتنزل الميه العكله، مفيش الكلام ده خالص، السلاميكا بتنزل الفائض بتاعه. والسلاميكا في الاحاديث اسمها سنامكة، سنمك في الطب النبوي اسمها سنامكة، وهي مش ضاره خالص السلامكة. يبقى السلاميكا رجل الاسد دي عشبه بتتعامل مع الغده، فاذا كان مريض السمنه هنا مصاب بالغده فلازم احطه في الخلطه بتاعته رجل اسد. الكمون من الاعشاب اللي هي بتنزل منطقه اسفل السره، والنعناع ملطف يعني هيديني نكهه طبيعيه للخلطه اللي انا بعملها. يبقى ممكن ده كله يتحط بنسب متساوية. نسب متساويه، وهشرب كوبايه او 3 كوبايات في اليوم، بيتغلي يا دكتور بقى ولا بيتحط في مية سخنة؟ اعملها زي الشاي الكشري كده، اه عشبه كل الاعشاب بحط العشبه بعدين احط عليها ميه سخنه.